السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من سلسلة رسالة من آية، والنهاردة إن شاء الله مع الرسالة رقم 13، وهي رسالة من الجزء 13 من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وتحديدا في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذه الآية فيها رسالة لكل من يعمل الخير، ولكن هذا الخير لا يرد إليه إلا بالإساءة. إن بعض الناس ممكن يعمل خير، ولكن سبحان الله الخير ده بدل ما يرد إليه خيرا، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، يرد إليه هذا الخير بإساءة، يرد هذا له هذا الخير بإساءة، فيقول أو يردد الكلمة المشهورة بين الناس: خيرا تعمل شرا تلقى. إن الإنسان يعني بدل ما يعني يرد إليه الخير بخير، لا، يرد إليه الخير بإساءة. فبعض الناس يعني يحزن لهذا. هذه الآية تقول لك: أبشر، فإنك إن عملت الخير لله سبحانه وتعالى فإن أجرك لا يضيع على الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كنت قد عملت الخير في غير أهله. يعني لو أنت عملت الخير دوت في حد ما يستاهلهوش أو في المكان الخطأ، لكنك كنت ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى، فهذه الآية تقول لك: أبشر، فإن أجرك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فخيرا تعمل إن كان ابتغاء وجه الله، أجرا تلقى عند الله سبحانه وتعالى. أما إنك لو عملت الخير يعني رياء أو لأي غرض آخر، يعني مش لوجه الله سبحانه وتعالى، فالحقيقة أنت ليس لك أجر عند الله سبحانه وتعالى، يعني لك ليس لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما إنك إن عملت الخير لله فأبشر، فإن أجرك لا يضيع على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثبت عنه يقول فيه: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة. فتصدق الرجل فوضع الصدقة في يد امرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على يعني زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، يعني قدر الله ما شاء فعل، أنا ما كنتش أحب أن الصدقة بتاعتي تروح في يد امرأة زانية، لكن قال قدر الله ما شاء فعل وحمد الله سبحانه وتعالى. ثم في الليلة التي بعدها قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فتصدق فوضع الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال الرجل: اللهم لك الحمد على سارق، يعني برضو نفس الكلام، قدر الله ما شاء فعل، كنتش أتمنى أن الصدقة بتاعتي تروح في يد الرجل يعني لص. ثم في الليلة التي تليها قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فتصدق فوضع الصدقة في يد رجل غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على غني، نفس القصة بتاعت الاثنين اللي فاتوا. فأتي هذا الرجل، أي أن الله عز وجل أرسل إليه ملكا يبشره، قال له: أما صدقتك فقد قبلت. يا وهذه بشرى والله، لو يعلمها الناس لما حزنوا على ما يعني مر بهم من أحداث، أنه يقول لك مثلا: عملت خير لكن للأسف لم يرد إلي الخير، بل رد إلي يعني بشر. فقال له: أما صدقتك فقد قبلت، أنت مش عملت الصدقة دي لله، خلاص الموضوع طلع من إيديك، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر المحسنين. وقال له الملك أيضا بقى يعني متمما للخير، قال: أما الزانية فلعلها تستعف به، أي بهذا العمل، وأما السارق فلعله يعني يتوب يعني بهذا العمل، وأما الغني فلعله ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأنت عود نفسك كده أن أنت تعمل الخير لله سبحانه وتعالى، والله بقى الخير ده جه في أهله، فلك يعني الأجر، ولك يعني ما تحب وما تريد. وأما إن كان في غير أهله فلا تحزن، فإن الأجر لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.